ماذا لو حدثت مواجهة مباشرة ما بين طائرتي الهليكوبتر K-52 الشهيرة بالتمساح روسية الصنع والطائرة الأمريكية AH-64 أباتشي؟ مين اللي هينتصر؟ أولاً قبل الدخول في المواجهة المباشرة لازم نعرف ونستكشف المروحيتين ومعرفة نقاط قوتها وضعفها. الطيارة التمساح K-52 مروحية هجومية واستطلاع روسية ثقيلة للقتال المتعدد المهام والعاملة في مختلف الظروف الجوية، تستطيع ضرب الأهداف الأرضية المدرعة والغير مدرعة والأهداف الجوية منخفضة السرعة كالمروحيات وطائرات بدون طيار والأفراد على خطوط القتال الأمامية بالعمق.